هي ثروة مائية تضيع في كل مناسبة تتساقط فيها الأمطار ناتجة عن الفيضانات، فبدل استغلالها وتجميعها عن طريق السدود والحواجز المائية التي يطالب سكان الأرياف استغلالها في أوقات الجفاف للسقي الفلاحي. وهذه ميناء وهذا ياض راهم يتلاقاو غا هنا، نورمالمون يديروا لنا باراج يسقوا به الشجرة البحيرة يسقوا الزوارين، حنايا كاع الماء يروح باطل. ها الماء راه يجي من هي المشكل تاع اهل يبلع الطريق، يبلع الطريق من هي من هذا الحسيان هذوك حتى لهنا. هي هذا هما حنا كيجي منا، حنا المشكلة مليحة يسقي لنا الأرض. هو راه يقطع الطريق، يقطع الطريق على الشعب. فبلدية توسنينة المتميزة بوديانها وشعابها الكثيرة عرفت سنة 2004 دراسة من طرف مختصين أجانب لإنجاز حواجز مائية، غير أنها لم تعرف طريقها للتسييد لحد الساعة. قامت مصالح الولاية سابقا سنة 2004 بمعاينة ميدانية من قبل مكتب دراسات أجنبي لهذه الأودية، مكتب الدراسات نذكر أنه من دولة كوبا، لأجل تجسيد حواجز مائية، يعني المسمات بالريتوني كولينار كما نقول. وعليه مصالح البلدية مرة أخرى تطمح مستقبلا إلى الحصول على هذه المشاريع مثل الحماية وكذلك إنجاز هذه الحواجز المائية لأجل استغلالها في الجانب الفلاحي. بلدية توسنينة تبقى المنبع الذي يزود عاصمة الولاية بالمياه الصالحة للشرب، ثروة مائية معروفة ولائيا وجب الاهتمام بها، خاصة إعادة بعث مشروع الحواجز المائية واستغلال مياه الأمطار في مثل هذه الفترة من السنة.